نحن نقف اليوم في الضالة البيضاء أمام يعني الميناء. نحن الائتلاف من أجل طرد شركة الصهيونية زيم من المغرب بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. هذه وقفة سابعة منذ غشت 2014، ونحن توجهنا مرارا إلى السيد رئيس الحكومة، كما توجهنا إلى وزير النقل وكذلك وزير التجهيز وكذلك مديرية يعني الملاحة التجارية. هذا المطلب تم التعامل معه بالتجاهل التام، رغم أنه شركة زيم هي شركة يعني ضارعة في الإجرام في فلسطين، نظرا أنه منذ 47 نشأتها تفتخر أنها نقلت السلاح والعتاد في جميع المناسبات والحروب من 48، 56، 67، 73، 2002، 82، 2002، 2006، 2014، 2010. يعني ما في يعني حرب ما ساهمتش في نقل السلاح والعتاد. إذا نحن نطلب طرد هذه الشركة من المغرب، هي المنظمة لأسفار بين حيفا والمغرب لنقل البضائع الصهيونية إلى المغرب ولنقل يعني مواد من المغرب إلى الكيان الصهيوني. نطلب طردها ونطلب إغلاق مكتبها في الدار البيضاء. مكتبها اسمه زيماغ ومعروف.